هنكمل دلوقتي اخر جزئيه في الشورت تيرم ريجيوليشن اللي هي الهرمونال كنترول. اتفقنا نرفس ثلاث عناوين وقلنا شورت تيرم ريجيوليشن هي بار ريسبت ريفلكس، اتكلمنا عنها بتفاصيل ممله، وتاني نقطه بريفرال كيمو ريسبت ريفلكس، والثالثه سيريبرال اسكيميك ريسبونس. طيب بالنسبه للهرمونال، على فكره الشورت تيرم شغله الاساسي نيرفس وريسبتورز، اما الهرمونال بيبقى الافكت بتاعه مش بنفس كفاءه النيرفس. عملت لكم جدول مقارنه بين ادرينالين ونور ادرينالين. الجدول المقارنه ده يجي ام سي كيو فقط، ما حصلش في سنه من السنين ان جابوه سؤال نظري. بصوا بقى على الفرق، ادرينالين يزود ثلاث حاجات: هارت ريت، ستروك فوليوم، كاردياك اوتبوت. اما النور ادرينالين العكس. على فكره هتلاقوا ان الادرينالين كفاءته على الهارت اعلى من النور ادرينالين. نبص على التوتال بريفرال ريزيستنس. لو انت فاكر اوتونوميك زمان، اي بلاد فيسل عشان يعمل فازو كونستريكشن لازم بيعمل ده بالالفا 1 ريسبتور. فاكرين كان في جدول في الاوتونوميك الالفا والبيتا، الفا 1 يمسك فيها الادرينالين، نور ادرينالين اقوى، عشان كده النور ادرينالين هيضيق الفيسل بكفاءه اعلى فيزود التوتال بريفرال ريزيستنس. اما الادرينالين يبقى سلايتلي افكتنج الريزيستنس. النقطه اللي عايز اركز عليها في الجدول ده بلس بريشر يزيد مع الادرينالين. ليه يزيد؟ فكر بالعقل. بلس بريشر هو سيستوليك ماينس دايستوليك. السيستوليك زاد مع الادرينالين لان الادرينالين تاثيره على الهارت اعلى، تاثيره على السيستوليك اقوى، هو زود السيستوليك. وتعالوا على الدايستوليك، كان اللي بيأثر في الدايستوليك هو التوتال بريفرال ريزيستنس. واحد زود السيستوليك وقلل الدايستوليك شويه، يبقى الفرق هيزيد بعكس النور ادرينالين. بلس بريشر از ان تشينجد او سلايتلي ديكريز. المين ارتيريال بريشر بتاع النور ادرينالين يبقى اعلى من الادرينالين. فانا عايزكم عشان ما تتوهوش في الجدول ده، بص على العلامات العاليه، الاسهم العاليه، مين اللي بيزود وتكون حاططها في دماغك كويس جدا كـ MCQ. طيب نيجي بقى لهرمون مهم ADH. ADH هو اختصار كلمة انتي دايوريتيك هرمون. بص بقى هنيجي اكتبها لكم على البورد عشان تركزوا معايا. انتي دايوريتيك هرمون معناه ايه؟ واعملها بالاسود عشان تبقى واضحه شويه. كلمه دايوريتيك يعني مدر للبول، بمعنى انت دلوقتي لو ضغط الدم بتاعك زاد، زاد نتيجه ان في سيركيولاتوري فوليوم زياده، عايز حجم الدم الزياده ده تتخلص منه وترميه في اليورين. لما تتخلص من الدم الزياده او البلازما الزياده دي اسمها دايوريسيس. يبقى كلمه دايوريسيس معناها مدر للبول. عشان كده دايما الدكاتره الباطنه شطار، جالك عيان ضغطه عالي تديله دواء بيوطي الضغط، الدواء ده اسمه ايه؟ دايوريتيك. يعني ايه دايوريتيك؟ انا هديلك حاجه تخليك تتخلص من البلازما الزياده اللي في جسمك. ليه؟ كل ما البلازما تزيد يبقى الفينس ريتيرن يزيد، فيزيد الاند
دايستوليك فوليوم، ستروك فوليوم يزيد، كاردياك اوتبوت يزيد والضغط يزيد اكتر. لا انا عايز اقلل الضغط. هتقولي طب ليه انت قلت الكلام ده؟ ربنا عمل ايه؟ ايه صنع هرمون، والهرمون ده بيتصنع في البوستيريور بيت يوتري، وبيتصنع في الهايبو ثالاموس، يتخزن في الغده المخاليه في البيتيوتري جلاند. اكيد اخدتوها في سنه اسمها بوستيريور بيتيوتري. فايده الهرمون ده ايه من اسمه؟ ضد رمي البلازما في اليورين، يبقى بيحافظ على ضغط دمك، يبقى بيعلي البلط بريشر، يبقى من غير حفظ. لو قلت لك ضغط الدم زاد الهرمون ده يتفرز؟ تقول لي لا، لانه لو اتفرز هيحافظ على البلازما اكتر، انه بيعمل ووتر ريابزوربشن ويزود المشكله. يبقى ده اي دي اتش. الاكشنز اوف اي دي اتش لو عملنا عليها زوم، الاي دي اتش اسمه الاخر فازو بريسن، وده في الكتاب برضه. ساعات دكتوره فاتن يا اما تجيب لك انتي دايوريتك هرمون او الاسم الاخر. ما معنى فازو بريسن؟ بريس يعني بريشر، وفازو يعني جسم، يعني الهرمون اللي بيعمل بريشر على الوول اوف ذا فيسل، يعني بيعمل فازو كونستريكشن، يعني هو بيزود البلاد بريشر. عشان يزود البلاد بريشر بيشتغل على تو ريسبتورز. التو ريسبتورز دول بامانه تفاصيلهم مش عليك كطالب في سنه اولى، عليك في سنه ثانيه طب لما تجينا في الاندوكراين فيسيولوجي. الغدد دي بتفرز هرمونز وبتشتغل ازاي؟ زمايلكم في سنه ثانيه عارفين الكلام ده. فانت لو ما كتبتش نوع الريسبتور اللي هي السنسيتيف للاي دي اتش مش هتنقص. اخر جزئيه دور الكدني. بامانه الكدني دورها يبان بوضوح مش في الشورت تيرم ريجيوليشن، لا في اللونج تيرم ريجيوليشن هيبان دورها. عشان كده الكتاب كتبها بس انا هشرحها مع اخر وسيله من وسائل تنظيم الضغط. كده احنا خلصنا تماما الشورت تيرم ريجيوليشن. نيجي بقى للطريقه الثانيه. فاكرين لما قلت في اول فيديو لو فشل الشورت تيرم فشلت اظبط ضغطك في ثواني، يبقى انا مضطر اظبط ضغطك في دقائق، يبقى انا محتاج انترميديت. بصوا على انترميديت، يا اما كبيري يا اما ارتري. انترميديت انا لا اتكلم عن ريسبتورز وما اتكلمش على دور الكدني. بصوا معايا ونعمل زوم على الرسمه دي. ده الارتري، وهنا ده الدايره دي هي الكابيلاري، والمخرج هو الفين. معروف ان الكابيلاريز ما تقدرش تستحمل هاي بريشر على المول بتاعها. كل ما يزيد البريشر على المول الكابيلاري تفتح البورز، تفتح فتحات المصفى وتعمل فلتريشن. عشان كده بنقول حاجه اسمها كابيلاري فلويد شيفت. كلمه فلويد شيفت يعني نقله الفلويد او البلازما من الكابيلاري لبره، عملت فلتريشن. تابعوا معايا بقى الورقه ماشيه ازاي. لو زاد البلاد بريشر كابيلاري هتسرب البلازما الزياده للتيشو فتقلل البلازما فوليوم فالضغط هيقل. او العكس، نفترض ان ضغط الدم قل، الكابيلاري تعمل ايه؟ تشفط البلازما من التيشو الى الكابيلاري. لو عملنا زوم السم اللي طالع لفوق عند الكابيلاري اسمه ري ابزوربشن. طالما الكابيلاري امتصت بلازما زياده يبقى هيزيد البلازما
فوليوم، وفي النهاية هيزيد البلاد بريشر. عشان كده الطلبة لما بيجي السؤال انترميديت ريجيوليشن بينقصوا ليه؟ كل طلبة متعودة ان الكابيلاريز هتعمل فلتريشن وتخرج البلازما زيادة من التيشوز وخلاص. نسي يقول العكس، طب لو ضغط الدم قل. عشان كده هسهلها لكم بجملة بسيطة، الكابيلاريز عاملة زي واحد شغال على الشيل، لو الضغط زاد هتصرف، لو الضغط قل هعمل شغل عكس. ده دور الكابيلاري. نيجي لدور الارتري من غير حفظ. بصوا عليا، ادي الارتري، ايديا هي الفيزل وفيها سموث ماسل في الول. لو ضغط الدم زاد على الول اوف ذا فيزل، الفيزل بتعمل ايه؟ هتوسع، بتوسع السموث ماسل على جانبي البول بعدوا عن بعض. طالما الماسلز بعدت عن بعضها هسميها كلمة ستريس ريلاكسيشن. وهنا افهموا معايا معنى الكلمة، كلمة ستريس معناها ضغط الدم زاد على البول، البول معرض لضغط عالي. ريلاكسيشن هو رد فعل، الفيسل وسع. عمر اي فيسل يتحمل ضغط دم عالي لازم يوسع. فدايما في الفسيولوجي متعودين على حاجه لذيذه، بنقول كلمتين. الكلمه الاولى هي الاستيمولس الفعل، والكلمه الثانيه هي رد الفعل والنتيجه. العكس صحيح. طيب لو الفيسل بتاعك واسع، انت عايز تعلي البريشر فيه، فهتزنق كمية الدم الكتير اللي جواك في أقل مساحة ممكن، فيبقى عكس الموضوع اللي فات، ريفيرس ستريس ريلاكسيشن. هاجي كده وأقول آخر جزئية عندنا، نفترض الانترميديت فشل. على فكرة كل جزئية من اللي انا بشرحها بتيجي بسؤال منفصل. يا جماعه عمر ما في حاجه اسمها جيف اكونت اون بلاد بريشر ريجوليشن. الاسئله الديناصوريه دي كانت في الثمانينات، يعني تلاقي السؤال عليه 30 درجه. طبعا كانت اسئله فيها غباء، نفضل نصلح لغايه ما يبان لنا صاحب، وانت تفضل تكتب نص الكراسه على سؤال. الكلام ده يا جماعه اتلغى تماما، بتنقي لك حته صغيره يعرفها يلا. نيجي للونج تيرم، دور الكدني ايه؟ وهنا عايزكم تتخيلوا معايا رسمه هعملها على البورد، هرسم رسمه دلوقتي. بصوا ادي يا جماعه الكدني بتاعي، اهي ادي الكدني بتاعي، وهرسم كمان ادي الليفر، وهنعمل فوق حاجه تخيليه وادي اللارج. هتقول طب انت راسمها ليه؟ الكدني دلوقتي سالناها سؤال، انت ايه دورك؟ قالت انا دوري الاساسي فلتريشن، انا مصفى. وهتعرفوا الكلام ده السنه الجايه سنه ثانيه. دوري ان انا بفلتر اي فلويد زياده وانزله في الانابيب بتاعتي. طيب علشان تعملي الفلتريشن يبقى لازم ضغط الدم في الجسم لازم يكون ايه؟ عالي. لما الضغط يزيد في الاورطه هيوزع الدم ده للكدني. معروف ان اي اورجن بيستقبل الدم من الاورطه، ده العادي. هتقول لي ماشي، ايه المشكله اللي حصلت؟ تابعوا بقى معايا. قل البلاد بريشر، لو ضغط الدم هنا قل، الكدني اتحرمت من البلاد فلو اللي هي عايزاه، فدخلت في حاله اسكيميا. كدني قالت مش قادر اشتغل، انا لازم اعلي الضغط في الجسم عشان انا استفيد واخد بلاد فلو. هتقولوا طيب لما حصلت المشكله الكدني طلعت انزايم اسمه ايه؟ الريلين. تابعوا معايا بقى بالزوم، الكدني طلعت انزايم
لان الاسم الاخر للكدني رينالا. رينال طلعت رينال. حلو. الرينال ده راح لمين؟ راح للليفر. ليه يا دكتور راح بقى للليفر؟ حته بايوكيمستري مهمه قوي. اي انزيم في الدنيا لازم يشتغل على سبستريت. السبستريت والماده الخام موجوده في الليفر اسمها انجيو تنسينوجين. الانزيم ده بصوا بقى تابعوا معايا الرينال هيحول الانجيو تنسينوجين لانجيو تنسين 1. وماده الانجيو تنسين 1 دي راحت لمين؟ راحت للبنك. قالت لها انا عايزه ابقى اكتيفيتد. اشمعنى راحت للبنك؟ لان البنك فيها انزيم. شايفين اختصار اهو؟ انجيوتنسين كونفرتنج انزيم. من اسمه معناه ايه؟ يعني كونفرتنج يعني الرئه بتفرز الانزيم اللي هيحول انجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2. عمال يا دكتور تقول لي 1 و 2 وانجيوتنسين، بس احنا عايزين نفهم معنى الكلمه. لو فهمت معناها هتفهم الاكشنز دي بسهوله. انجيو كلمه لاتيني معناها جسم وعقل دموي، وكل العيانين اللي في مصر عارفين انجيو. اي واحد عنده الاوعيه الدمويه اللي في رجله مسدوده جلطه او اي حاجه، دايما الدكتور يقول له ايه؟ انا عايزك تصور لي او اعمل اشعه على البلاد فيسلز دي. مستشفى البطنه في وحده اسمها وحده الانجيو مشهوره جدا. لو رحتوا عند مستشفى البطنه هتكتشفوا ان انا بقول لكم الحقيقه. هتلاقي اي حد جاي من الشارع يقول للراجل اللي على الام داخل فين يا حاج؟ انا داخل وحده الانجيو. اتفضل. خارج منين؟ انا خارج من عند الانجيو. كلمه دارجه كل المصريين عارفينها. طيب تنسن يعني ايه؟ تنشن. تنشن على الفيسل. يبقى الماده دي بتضيق البلاد فيسل. دي اول حاجه. فازو كونستريكشن، فالضغط يزيد. يبقى نجحت الكدني بذكاء انها تعلي البلاد بلاش عشان يوصل لها بلاد فلو عشان تعمل فلتريشن. يا جماعه جسمنا مبني برضه على فكره المصالح. انا ككدني عايز استفيد فلازم اعلي البلاد بريشر في الجسم جنرال عشان اقدر اشتغل. الحاجة التانية قبل ما اقول التانية في فايدة الانجيوتنسين، موضوع ما فيهوش حفظ، فكر معايا. هو الانجيوتنسين 2 اتكون نتيجة ان البلاد بريشر قل. طب هسألكم سؤال، امتى ضغط دمك يقل؟ في حادثة هيموريج، نزفت في حادثة. طب في الهيموريج دي دايما تلاقي واحد نزف في حادثة وجايبينه في الاستقبال. أول حاجة بيقولها العيان إيه؟ عطشان شربوني مية، أو أهله جاهزين بالعصير وبيدوله. ليه؟ أصل الأنجيوتنسين 2 ده كيميكال سبستنس يلف في الجسم وستيميوليت مركز العطش في المخ. لازم يشغل السيست سنتر. أنت فقدت بلازما كتير في الحادثة، فقدت دم، فمحتاج تعوضه انك تشرب عصاري. دي حاجه ثانيه. التالته فاكرين الـ ATH اللي قلتها في بدايه الفيديو ده؟ الانتي دايوريتيك هرمون لازم يشتغل. هرمون ده بيتفرز عشان يحافظ على الميه في الجسم، بيعمل ووتر ري ابسوربشن، بتحافظ على الميه. وقبل ما اجي اكمل، طالبة من كذا سنة سألتني سؤال حلو. قالت لي احنا دايما يا دكتور متعودين دايما نقول ووتر اند سولز، هل الملح ليه علاقة؟ قلت لها طبعا. قالت لي انا بسمع ان الملح بيعلي الضغط، ممكن تقول لي ليه؟ قلت لها عادي. تعالي نتخيل ان ده السلة، سلة عادية، وبره انت كانت ملح كتير موجود في البلازما. الملح بيسحب من السيلز ووتر باي
الاكسبكتيشن هنا في منح زياده زائد من، فاللي راجع للهارت كفوليوم بقى كبير، فالهارت هيضخ دم اكتر فيعلي الضغط. قالت لي معنى كده ان احنا زي ما ربنا بيفرز هرمون يحافظ على الميه، لازم يبقى في هرمون تاني يحافظ على السولت اللي هي الصوديوم او الملح. اسم الهرمون ده ايه؟ هكتبه هنا ألدوستيرون. ألدوستيرون اهي، لو عملنا عليها زوم ألدوستيرون. عارفين معنى الكلمة دي ايه؟ ألدو كلمة لاتيني معناها ملح. لما تيجي تقرا مراجع تستمتع جدا، الأجانب بيقولوا حتت والله حلوة، لو فهمت معنى الكلمة اللي بتقراها مش محتاج تذاكرها. هو المشكلة في الآخر دايما الطلبة بتسألنا يا دكتور احنا بننسى فيسيولوجي، طب بتنسوا ليه؟ أكيد في مشكلة، يبقى أنتم ناقصين حاجة. تو هرمونز اشتغل، واحد يحافظ على المية اسمه إيه دي إتش، واحد يعمل صوديوم ري أبسوربشن اسمه ألدوستيرون. بصوا بقى الأخيرة العظيمة جدا، ربنا زي ما بيفرز هرمونز تعلي الضغط بيفرز هرمون آخر يقلل الضغط. بصوا بقى على اسمه وعايز اعمل عليه زوم، ايه ان بي ده اسم هرمون، ايه اتريال طالع من اتريال، ان ناتريوريتك معنى الكلمه دي ايه؟ ناتريوم هو الصوديوم ويوريتك هو اليوريك، هرمون بيتفرز من الاتريال يرمي صوديوم في اليوريك. فكر وما تحفظش، الصوديوم اترمى في اليورين هيسحب وراه ميه بالاوزموزس، يبقى السيركيولاتري فوليوم قلت انها نزلت في اليورين وبالتالي ضغط الدم هيقل. عشان كده لاحظوا معايا في الورقه دي الانجيوتنسين 2 اللي بيعلي الضغط هيوقف الهرمون اللي هيعمل عكس. الموضوع ما فيش حفظ. ستيرويد مين؟ اي دي اتش ألدوستيرون. انهبت اللي بيقلل الضغط اللي هو الاي ان بي. الاجابه كده انت خدت نص الضرب. ده دور الكدني. انت شرحت لما الضغط قل. طب لو الضغط زاد الكدني بدل ما تعمل ري ابسوربشن هتعمل بالعكس كلمه دايوريسيس. انت فاهم ايه دايوريسيس هنا؟ مدر للجول، كيميات خلاص، انا حرم البلازما الزياده في اليوم، عايز اتخلص من السيركيولاتوري فوليوم واقلل من الحمل العالي اللي على البريهارد في الحاله دي. اخر كلمه عايز اقولها ام سي كيو جابتها دكتوره فاتن السنه اللي فاتت، حاططها في المستطيل اللي تحت. انجيوتنسين converting enzyme اللي هو is located in، الانزيم ده موجود في انهي نوع من السيركيوليشن؟ وديتهم اربع اختيارات، طبعا pulmonary circulation وبالاخص endothelium of pulmonary capillaries، ودي قلناها في فيديو الريسبيريشن.